كنا ده كمجموعة اللي هي المحكمات العسكرية المدنيين، كنا داعيين لوقفة أمام مجلس الشورى مقر اجتماع لجنة الخمسين اعتراضا على محاكمة المدنيين، على تقنين محاكمة المدنيين عسكريا في المدينة. أنا رحت أنقذ بنت كانت بتتجر من تحتها بينزلها السلم من تحتها، فلما رحت حاولت أساعدها فقال أنت كمان هتساعديها، ابتدى يضرب فينا بشكل رهيب. جبنا عربية التحويلات قعدت تلف بينا فترة طويلة جدا لغاية ما واحنا بنحاول نشوف الشقة اللي احنا رايحين فين. عدينا محاولة منها في مدينة 15 مايو ماشيين في صحراء، حد كان عارف اننا على طريق الصعيد الشرقي فجأة راح كاسر بينا في الصحراء يمين وقعد يحاول يعمل لنا ارهاب ويعمل اصوات ولا ويعمل دوشه على العربيه ومعرفش ايه. طلع فوق العربيه لابس لبس مدني ابتدى يزعق لنا وانت هتشوف هيحصل فيكم ايه، انزلوا وابتدى يزقنا عشان ننزل وسابنا في وسط الصحراء. المشكله الحقيقيه كمان انه في مجموعه كبيره جدا لسه مقبوض عليها. احنا موجودين النهارده لانه المجموعه المنظمه للوقفه رحنا امبارح، جينا امبارح قدمنا بلاغ انه احنا اللي داعيين للوقفه واحنا المنظمين، واتسالنا لو احنا اخذنا تصريح واحنا قلنا احنا اللي داعيين وما خدناش تصريح، ومع ذلك تم اخلاص منه. فبالتالي مفيش سبب ليهم ولا سبب لو المنظمين والداعيين للوقفه اللي كانوا بالفعل محتجزين وتم اطلاق سراحهم قوموا قدموا في نفسهم بلاغ وتم اخلاص منهم وتوجيه لنا تهم، وتوجيه لنا تهم التنمر والمظاهره بدون تصريح وكل تهم المتوجهه للشباب، ومع ذلك كان تم اخلاص منهم. فانا الحقيقه مش عارفه هم ليه لسه محتجزين. احنا اتسالنا امبارح ليه احنا ما خدناش تصريح. الحقيقه ده قانون انا لا يمكن اعترف بيه، انا مش رايح اخد وزاره الداخليه لغايه النهارده ما فيش اي حاجه اتغيرت فيها. الثوره قامت يوم 25 يناير مش صدفه، قامت ضد وزاره الداخليه يوم عيد الشرطه. مش معقول ان وزاره مسؤوله عن قتل وسحب وتعذيب وتحرش بمئات من الشباب والبنات انا بطلع ضدها لغايه النهارده بظهرات مفيش اي حاجه اتغيرت فيها. عارف لو كان مثلا تم هيكلتها او لو كان اللي غلط اتحاسب او لو كان انا شايفه انه من الناحيه الثانيه في اراده سياسيه للتغيير ده احتمال كنت اقبل بقانون ينظم المظاهرات، لكن ان انا اضطر النهارده اروح اقدم عند وزاره التغذيه على اذن انها تديني اذن ان انا اعمل مظاهره ضدها ده غير مقبول، ده قانون انا لا اعترف به. طيب رايك ايه في البنات اللي اتحكم عليهم ب 11 سنه امبارح من الاخوان؟ ده حقيقي اجرام. دي دوله احنا بنرسخ لدوله زون بشكل مرعب، دوله اللي بتخاف من بنات شايله بلالين وبعدين تيجي تقنعني ان هي بتعمل ده حمايه ليا، اللي يخاف من بلالين ما يجيش يقول لي انا بحميك. يعني نوع الدوله اللي بتحبس بنات عشان معاهم بلالين او عشان شايلين يافطه او طلبه مدارس او طلبه جامعات تديهم 11 سنه، في حين انه قناص العيون اللي مصور صوته صوره يصفي عينين احسن ناس في مصر اخذ 3 سنين، او قدر خالد سعيد بقى ضغط رهيب ياخد 7 سنين، بنات اطفال ياخدوا ايداع مفتوح المده ما يعرفش هيقعد فيه قد ايه، او ياخدوا 12 سنه او الاجرام اخذوا 17. احنا بنرسخ لدوله ظلم لازم هتفرع في الشغل. انا لا يمكن اقول نعم بدستور في بيسمح بالمحكمات العسكريه المدنيه، لا يمكن اقول نعم على دستور، بس انا الحقيقه من تجربتي في الثلاث سنين اللي فاتوا ما اظنش ان انا هروح صندوق انتخاب تاني. يعني صندوق الانتخاب ده خدعه عشان احنا نصدق ان احنا لينا صوت ونصدق ان احنا بنعمل حاجه، في حين انه في الاخر الصندوق ما بيعملش حاجه. وان انت قلت انتخبت مرسي فمش هتحقق تفتح موقع 4 سنين، لا انا انتخبت مرسي في الصندوق وسقطته. او ان انت قلت نعم في الاخر يعمل هو عايز يقول لك ما انت اللي قلت نعم. فانا اعتقد انه اكيد مش هقول نعم الدستور بيصبح في المحكمه العسكريه المدنيين. انا مش هتحد مع قطره ضد قطره، انا مش هتحد مع ثوره مضاده ضد ثوره مضاده، انا من الناس اللي ما انتخبتش مرسي عشان اسقط شفيق وما انتخبتش شفيق عشان اسقط مرسي. انا مش مضطره اختار ما بين اختيارين اوحش من بعض، في نفس الوقت احنا ما بيننا وبينهم دم. احتمال في ناس كانت في وقت شايفه انه ممكن نتحد، انا ما كنتش منهم، لكن في ناس ثانيه كانت شايفه ان احنا ممكن نتحد، لكن احنا النهارده ما بيننا وبينهم دم، دم كتير جدا جدا جدا. انا لا يمكن اتصالح معاهم.